مارد في الصين جيم روجرز. A bull in China investing profit profitably in the world's greatest market. جيم روجرز ولد في 19 من شهر تشرين الأول عام 1942 وحصل على أول عمل له وهو في 5 من عمره وكان جمع الزجاجات الفارغة من ملاعب البيسبول. بعد نشأته في دين بوليش ولاية ألاباما حصل على منحة دراسية في جامعة ييل، وبعد تخرجه في الجامعة ذهب إلى كلية باليول في أكسفورد حيث دخل أول مرة موسوعة جينيس عن طريق مهمته في دار دفتر المركز المائي للفريق الرياضي. وبعد أن أمضى مدة زمنية محدودة في الجيش بدأ العمل في وول ستريت وكان ثاني اثنين في تأسيس صندوق كوانتم وهو شراكة استثمارية في أنحاء العالم. وفي سبعينيات القرن العشرين كسبت المحفظة الاستثمارية للصندوق 4200% مقارنة بمؤشر ستاندرد أند بورز الذي ارتفع أثناء المدة ذاتها بأقل من 47%. قرر روجرز بعد إذن التقاعد وهو في 37 لكنه لم يرضى لنفسه أن يبقى دون ممارسة نشاطنا. بمواظبته على العناية بمحفظته الاستثمارية الشخصية انخرط روجرز في العمل الأكاديمي بروفيسورا في علم التمويل في كلية الدراسات العليا في جامعة كولومبيا ومنسق لمناقشات الطاولة المستديرة لمنتدى دريفوس الاقتصادي والملتقى الدافع للربح. في الوقت نفسه أرسل قواعد العمل لحلم حياته الذي طالما تمنى تحقيقه وهو القيام برحلة حول العالم على دراجة نارية حيث قطع فيها مسافة 400,000 ميل عبر قارات العالم الستة وهو الثاني سجل له في موسوعة جينيس للأرقام العالمية. وضحت هذه الرحلة موضوعا لكتاب روجرز الأول راتب الدراجة المستثمر عام 1994. اصطحب روجرز زوجته في مغامرته التي قرر بها في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الميلادية الثالثة ما بين عامي 1999 و2001 والتي زارا في أثناءها 116 بلدا وحالف في وجال في نصف البلدان التي تدور فيها حروب أهلية وقطع مسافة تزيد عن 152,000 ميل محقق الرقم القياسي الثالث ضمن موسوعة جينيس وأرخها في كتابه الثاني مغامرة رأسمالية لهذه الرحلة العجيبة. في الوقت الحاضر له إسهامات لمحطة أخبار فوكس نيوز ومحطة أخرى من دور الطباعة، لذلك تم انتقاله للعيش في آسيا مع زوجته وابنته. التواصل مع البريد الإلكتروني على العنوان jimrogers.com. شوفوا بالمحتويات بعد المقدمة لحاق بالرقم الصيني. واحد الاستثمار من قبعات ماو إلى قبعات السوق الصغير. اثنين المجازفة النجاح المحفوف بالمخاطر. ثلاثة الشركات لندى آلاف العلامات التجارية تزهر وتثمر. أربعة الطاقة ليست بهذا السوق. خمسة النقل تمهيد الطريق. ستة السياحة ارتقاء وبعيدا. سبعة الزراعة هل سبق لك أن استثمرت فيها. ثمانية الصحة التعليم الإسلام في خدمة الشعب. تسعة بزور الصين جمهورية الشعب في الغد. الملحق لمحان المؤلف. سوقان للأوراق المالية وثلاثة إذا أضفنا إليه ما سوق هونغ كونغ. خمسة أصناف من الأسهم هذا إذا أخذنا ذكر شهادات الإيداع الأمريكية ووسائل تمويل أخرى. أسهم بمقدورك شراؤها خارج الصين أخرى لا تستطيع شراؤها إذا كنت تعيش في هذا البلد. أسهم بقيم مختلفة في بورصات مختلفة مثل أي شيء آخر في الصين. الشراء في ثروة الصين مليء بالتعقيدات أكثر مما يحتاج الأمر لكنه أبسط كثيرا مما يبدو عليه عن بعد، وعملية الشراء تمشي بخطى تجعلها أكثر يسرا للمستثمرين الأجانب عبر السماسرة في الولايات المتحدة، البنوك الدولية وعبر شبكة معلومات الإنترنت. لذلك لا تدع التفاصيل تحول انتباهك، فالسهم هو سهم في شركة راسخة الأقدام لم تستحق أن يستثمر فيها. بغض النظر عن أين يكون أسهمها معروضة على لائحة واحدة في بورصات التعامل، لكن قبل أن تقرر كيف تستثمر دعونا نراجع المسار الذي صيغت بموجبه بورصات الصين وأين يمكن فقط أن يكون اتجاهها في المستقبل. باللغة الصينية كلمة أزمات مركبة من صفتين، الأولى تشير إلى المخاطر والثانية ترمز للفرصة. قد تتعرض الصين لأزمات عديدة في الزمن القادم، وبصفة المستثمر فأنا بحاجة إلى أن أتفحص عن كثب مكامن الأخطار المحتملة والمخاوف التي يمكن أن تثيرها والحلول التي تطلبها وأن تتوافر لها أفضل الحضور لكي تخلق قيمة جديدة. شانغ دونغ دينغ هاي سيتس كو ليميتد
شركة تشانغدونغ دينغهاي للجدار المحدودة بورصة شينزن أسهم فئة ألف منحنى 3 سنوات انخفاض الأرباح 92.9% انخفاض الإيرادات 4.7%. جيانغ سو يودا يانغ شينغ تراكتور مانوفاكتشر كو ليميتد شركة جيانغ سو يودا يانغ شينغ تصنع الجرارات الزراعية المحدودة بورصة شنغهاي أسهم فئة ألف منحنى 3 سنوات ارتفاع الأرباح 16.8% ارتفاع الإيرادات 44.4%. كتاب مارد في الصين لجيم روجرز.